السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجلسة راح نكمل درس SCP Module اللي قلنا يتكون من 3 وحدات، اللي هي الـ Capture خاصية الالتقاط، والـ Compare اللي هي خاصية المقارنة، والـ PWM اللي هي تعديل عرض النظر. طبعا تكلمنا عن الـ PWM، في هذه الجلسة راح نتكلم عن الـ Capture اللي هي خاصية الالتقاط. طبعا خاصية الالتقاط راح تسمح لي اني احسب زمن حدوث الأحداث الخارجية الموصلة بالمايكرو كنترولر. طبعا خاصية الالتقاط تستخدم لحساب زمن حدوث الأحداث الخارجية، مثل حساب عرض النبضات المطبقة على قطب المتحكم وقياس الزمن الدوري وغيرها. أوكي؟ طبعا عندي هذه الوحدة في المايكرو كنترولر، طبعا هذا البلوك دايجرام حقه. عندي طبعا هنا قط SCP-1، قلنا عندنا SCP-1 و SCP-2 في البيك 16F877A. طبعا هذا القطب نفترض اني موصل فيه، فبيكون طبعا النبضة اول ما تخش النبضة هنا نفترض اني موصل مولد نبضات، وبأحسب الزمن الدوري. احنا قلنا الكابتشر راح يسمح لي احسب زمن حدوث الاحداث الخارجية، اوكي، يعني من ضمنها زي الزمن الدوري ابى احسب زمن نبضة. اوكي، فراح اوصل هذه النبضات بهذا القطب. اوكي، بعد بيكون عندي طبعا هنا البريسكلر. هذه النبضات راح يكون في راح يواجه اول شيء البريسكلر اللي قلنا المقسم الترددي. اوكي، هذا اللي بيأخر عندي العد، بيضاعف العد عندي. اوكي، وهنا عندي طبعا الايدج ديتكتر. اوكي، هذا راح يكتشف الحافة. اوكي، طبعا انا اقدر احدد هذه الحافة اللي بأحسب منها، اما ان تكون في الرايزن ايدج اللي هي تغير النبضة من اللو الى الهاي، او بالعكس في الفولين ايدج اللي هو لو تغير النبضة من الهاي تو لو، هذه الفولين ايدج. اوكي، وبعدها طبعا الكابتشر راح يعتمد على التايمر 2. اوكي، تايمر 2 بيعتمد على التايمر 2 في العد. فعندنا اول ما تجي هذه النبضه، نفترض اني انا خليت الكابتشر على الرايزن ايدج اللي هي تغير النبضه من اللو الى الهاي، يعني بقول للمايكرو كنترولر ان تبدا تحسب لي الزمن من النبضه العاليه، يعني عند كل نبضه عاليه يحسب لي الزمن. اوكي، يعني من اللو تو هاي يبدا يحسب لي النبضه. اوكي، فنحن كده نفهم ان في كل رايزن ايدج اللي هي نبضة عالية راح يحسب لي الزمن. اوكي، فقلنا اول شيء عندي هذا القطب على هذا الانبوت اللي بدخل منه النبضات، وعندي البريسكلر اللي قلنا المقسم الترددي. اوكي، بعدين عندي الايدج اللي هو يكتشف الحافة، اما انها تكون في الرايزن ايدج او الفولن ايدج. بعدين عندي طبعا قلنا بيعتمد على التايمر في العد. بعدين عندي هنا ان اذا وصل في هذه الحافة، طبعا نحن مثلا نحطه في الحافة العالية مثلا، يعني تغير النبضة من اللو الى الهاي، اذا حطينا في هذا النمط وش راح يسوي؟ راح يعد التايمر. اذا جت هذه الحافة راح يعد التايمر، بعدين اذا جت حافة ثانية زيها، حافة عالية ثانية، راح ينسخ محتوى مسجل التايمر 1 ويحطه في مسجل الكابتشر. اوكي، طبعا مسجل الكابتشر نفس مسجل التايمر بطول 16 بت، يعني بيكون عندي بايتين، هذا البايت الهاي وهذا البايت اللو. اوكي، فالفكرة بكل بساطة هي ايش؟ اني انا احط النبضات في هذا القطب. اوكي، بعدين بيكون عندي البريسكلر، عندي 3 حالات، اما انه يكون على 1 يعني النبضه تكون مباشره تدخل، او انه بيقسم على 4 يعني 4 نبضات بتساوي 1. اوكي، او انه 16، هذا اكبر نسبه تقسيم، يعني كل 16 نبضه بيكون عندي العد 1. اوكي، بيزداد مقدار 1. حلو، وبعد عندي الايدج اللي قلنا الحافه، هل انا ابي يحسب من الحافة الصاعدة أو الحافة
الهابطة لحافة الهبوط، اوكي. طبعا وبعدها عندي قلنا التايمر بيعد من الحافة اللي انا حطيتها في كل حافة. طبعا اذا حطيت مثلا في الحافة الصاعدة، فعند كل حافة صعود وش راح يسوي؟ راح ينسخ لي محتوى مسجل، التايمر يشوف وين وصل في العد يحطه هنا، يحط القيمة ينسخها لي في مسجل الكابتشر، اوكي. طبعا بعدها بيعطيني مقاطعة، بيعطيني مقاطعة، فأنا أروح في برنامج خدمة المقاطعة وآخذ هذه القيمة وأفحصها، أوكي. فهذه فكرة عمل الكابتشر بكل بساطة، أوكي. فأول ما يوصل للحافة اللي أنا حطيتها ياخذ القيمة اللي وصل لها التايمر ويعطيني نسخة منه في مسجل الكابتشر، أوكي. طبعا عندنا نفترض ان النبضات جايه كذا، اوكي. عندي هذا الهاي، هذا القسم الهاي، وهذا اللو، وهذا الهاي، وهذا عندي اللو، اوكي. هذا اللو وهذا الهاي. طبعا انا اذا حطيته انه يحسب، يبدا يحسب من الحافه الصاعده، اوكي. يعني الحافه الصاعده ان تغير النبضه من اللو الى الهاي، اوكي. يعني ان كل ما يجي في هذه الحافة، حافة الصعود، يحسب، اوكي. عند كل حافة الصعود يحسب لي، اوكي. وده حطيته بالعكس عند الفورين ايدج، عند كل هبوط يعني هنا يحسب، اوكي. فهذه فكرة العمل. طبعا قلنا الرايزين ايدج اللي هي الحافة الصاعدة اللي هي تغير النبض من الصفر الى الواحد، هذه الحافة الصاعدة، اوكي. والفولن ايدج العكس، ان النبضة تكون عالية، فاول ما يتغير عندي من الهاي تو لو، من الون الى الزيرو، يكون عندي الفولن ايدج، اوكي. طبعا كيف يتم استخدام خاصية الالتقاط عندي في المايكرو كنترولر؟ اول شيء قلنا بيكون عندي في المايكرو كنترولر القطب اللي هو السي سي بي، اوكي. هنا عندي الداتا شيت حق المايكرو كنترولر، هنا عندي البيك 16 اف 877 اي. لو نلاحظ هنا في هذا المتحكم طبعا عندي سي سي بي 1، يعني اقدر استخدم هذا القطب، وعندي ايضا سي سي بي 2، اوكي. نستخدم احدى الاقطاب، اوكي. تحديد قطب السي سي بي كدخل، اوكي. وايضا قلنا تحديد الحافه التي يتم فيها الالتقاط، اوكي. طبعا عندي لو نرجع للداتا شيت عندي اربع خيارات، اما ان تكون في حافه الهبوط اللي هنا الفولين ايدج اللي قلنا تغير النبضة من الهاي تو لو، اوكي، او حافة الصعود اللي هي تغير النبضة من اللو الى الهاي، اوكي، او عند كل اربع حافة صاعدة، او عند كل 16 حافة صاعدة. طبعا لما نرجع للمايكرو كنترولر، داتا شيت حق المايكرو كنترولر، نروح هنا في عندنا هنا كابتشر كومبير بي دبليو ام، اوكي. طبعا قلنا هنا عندنا في الكابتشر، في نمط الكابتشر راح يعتمد المتحكم على التايمر 1 في العد، اوكي. والكومبير اللي هو ايضا التايمر 1، اما في البي دبليو ام، في نمط البي دبليو ام راح يعتمد على التايمر 2، اوكي. طبعا عندي هنا هذا المسجل اللي اقدر من خلاله افعل هذه الخاصية واختار النمط، اوكي. عندي هنا أربع بتات، عندي أربع بتات في هذا المسجل، قلنا بطول 8 بت، عندي آخر أربع بتات اللي هي 1 2 3 4، أوكي. أقدر أختار النمط. طبعا نحن راح نستخدم الكابتشر، فعندي هنا الكابتشر، عندي هذا النمط الأول، عندي هذا النمط الثاني، وهذا النمط الثالث، وهذا النمط الرابع، عفوا. طبعا هذا النمط الاول لما اخليه كله اصفار
بيكون لا ما راح يشتغل عندي لا الكابتشر ولا الكومبير ولا البي دبليو ام. اوكي، لو نلاحظ هنا اذا خلينا كل هذه البتات خلينا 4 اصفار، اوكي كل اصفار وش بيكون عندي؟ يقول لك كابتشر كومبير بي دبليو ام ديسيبل، اوكي راح يعطل قطب السي سي بي موديل، اوكي ما راح يخلي يشتغل في اي مود. اوكي، اما اذا خليته بصفر واحد صفر صفر هذا النمط الاول للكابتشر every fallen edge في كل حافة هابطة fallen edge. اوكي، وعندي capture mode every rising edge في كل حافة صاعدة، وعندي هنا في هذا الخيط خليت الصفر واحد واحد صفر capture mode every four rising edge في كل 4 حافات صاعدة. اوكي، وعندي اذا خليت الصفر و3 وحايد عندي capture mode every 16 rising edge كل 16 حافة صاعدة. اما البقية بيكون عندي الكومبير، نحن ما راح نستخدم الكومبير، والاخير عندي حق البي دبليو ام. اوكي، اوكي فهذه الانماط اللي اقدر استخدمها مع الكابتشر مود، اوكي في نمط الالتقاط، اوكي خاصية الالتقاط. بعدين عندنا تفعيل خاصية مقاطعة الالتقاط، تفعيل خاصية مقاطعة الالتقاط، نفعل هذا البت. اوكي، بيكون عندي هذا البت في مسجل المقاطعات اللي هو PIE عندي هذا المسجل اللي هو PIE 1 Peripheral Interrupt Enable، هذا الريجستر بطول 8 بت، بطول 8 بت. عندي لو نلاحظ هنا لو ننزل تحت عندي في البت الثاني هنا البت 2، هذا طبعا اسم الخانة، هذه اللي هي البت 2، عندي SSPI 1 Interrupt Enable، هذا راح يفعل لي مقاطعة السي سي بي، اوكي على هذا القطب اللي هو قلنا القطب اللي راح نوصل فيه السي سي بي موجل، اوكي اللي راح نقيس من خلال النبضات. اوكي، فانا اذا خليته بواحد، اذا خليت هذا البت بواحد يقول لك enables the CCP1 interrupt، هذا راح يفعل لي مقاطعات اللي راح تكون على القطب CCP1. اوكي، وصفر disables the CCP1 interrupt. اوكي، فانا اخليه بواحد عشان افعل المقاطعات لقطب السي سي بي 1. طبعا قلنا الكابتشر راح تكون في قطب السي سي بي 1 وايضا عندنا السي سي بي 2. اوكي، تفعيل خاصيه مقاطعه الالتقاط طبعا تكلمنا عنه، وعندنا ضبط المقسم الترددي اللي هو البريسكيلر المؤقت تايمر 1، لان قلنا في الكابتشر مود راح يعتمد المايكرو كنترول على التايمر 1 في العد. اوكي، فانا اروح للتايمر 1، ايضا التايمر 1 كونفيجريشن هذا مسجل التحكم حق التايمر 1. اوكي، مسجل بطول 8 بت، نحن عندنا فنحن عندنا هنا في البري سكيلر حق التايمر 1، طبعا في التايمر 1 نحن بنستخدم التايمر 1. اوكي، فبيكون عندي بري سكيلر 1 نسبة تقسيم على 1 او 2 او 4 او 8. اوكي، يعني النبضات اللي راح تدخل على القطب راح تكون اما انها تقسم على 8، يعني كل نبضات 1 يزداد بمقدار 1، او كل 4 نبضات بيزداد بمقدار 1، او كل نبضتين 1، او انها تدخل مباشره بدون نسبه تقسيم. اوكي، يعني 1 على 1 1. فانا عندي بتين للتحكم بالبري سكيلر. اوكي، هنا عندنا مثال
مثال استخدام خاصية الالتقاط لحساب الزمن الدوري والتردد، أوكي؟ طيب أنا عندي، نفترض أن هذه النبضة مطبقة على قطب السي سي بي 1 في المايكرو كنترولر، وأنا أبي أحسب زمن حدوث هذه النبضة، أوكي؟ يعني أبي أحسب الزمن الدوري لهذه النبضة، أوكي؟ طبعا الزمن الدوري اللي هو التي اون زائد التي اوف، اوكي. فانا اذا خليت فعلت طبعا خاصيه الكابتشر اللي هي خاصيه الالتقاط، وخليت النمط عند كل حافه صاعده، اوكي، زي هنا في كل حافه صاعده، يعني تغير النبضه من الصفر الى الواحد في كل حافه صاعده يحسب لي. فانا اذا خليت مثلا هذه الحافة الصاعدة الأولى، قلنا من الصفر إلى الواحد، هذا بيبدأ يعد هنا، أوكي؟ أقدر أخليه يعد، يبدأ العد من هنا، أوكي؟ يبدأ العد من هنا، بعدين وين الحافة الصاعدة الثانية؟ إحنا قلنا في كل حافة صاعدة، أوكي؟ فبيبدأ أخلي التايمر يبدأ من هنا يعد، أوكي؟ بعدين يكمل. طبعا هنا هذه ما هي حافة صاعدة، لأن قلنا الحافة الصاعدة من الصفر إلى الواحد فوق، أوكي؟ فقلنا بيبدأ هنا أول حافة صاعدة، بعدين بيدور الحافة الصاعدة الثانية، أوكي؟ نمشي 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 نكمل الى هنا، هذه اللي قلنا من اللو تو هاي، اوكي. فكذا انا من الحافه الصاعده الاولى الى الحافه الصاعده الثانيه، فانا كذا خلاص قست الزمن، اقدر استخدم التامر عشان يقيس لي الزمن، لان الزمن قلنا من التي اون والتي اوف، اوكي. فانا اذا بديت العد من هنا اول حافه صاعده، وين الحافه الصاعده الثانيه اللي هنا، خلاص انا كذا صار عندي الزمن، هذا هو الزمن. فنحن نقدر نستخدم خاصيه الالتقاط لحساب الزمن، زمن اي نبضة، اوكي. طبعا بتكون عندنا هنا معادلة بسيطة لحساب الزمن، اوكي. طبعا لحساب الزمن عندنا هذا القانون اللي هو الكابتشر ريجستر، قلنا التايمر 1 اول ما يخلص العد راح يحط نسخة منه في مسجل الكابتشر، اوكي. فنحن ناخذ هذه القيمة ايا كانت، نحطها زائد واحد، بعدين نضرب النتيجة اللي هنا بأربعة، طبعا أربعة ثابت، أوكي. بعدين ضرب واحد تقسيم الفريكونسي أوسليتر، يعني المايكرو كنترولر على أي سرعة يشتغل. إذا مثلا كان على 4 ميجا هرتز نحط 4 ملايين، 20 ميجا هرتز نحط 20 ملايين، أوكي. ضرب البريسكيلر، قلنا البريسكيلر حق التايمر 1، وقلنا طبعا البريسكيلر حق التايمر 1 الخيارات اللي عندي هنا متاحة، إما على 8 أو أحط 4 أو أحط 2 أو 1، أوكي. فكذا انا اقدر احسب الزمن. اذا حسبت الزمن طبعا اقدر اطلع التردد اللي هو مقلوب الزمن، واحد تقسيم الزمن راح يعطيني التردد الفريكونسي، اوكي. نشوف المثال الأول. في هذا المثال عندي دائرة بسيطة عبارة عن المتحكم اللي هو بيك 16F877A، طبعا هنا في قطب، قلنا بنستخدم قطب السي سي بي 1، هنا موصل عندي هنا كلوك نبضات، موصل نبضات، هذا يولد لي نبضات موصلة على هذا القطب، اوكي. فكذا انا راح اقدر احسب زمن حدوث هذه النبضة، اوكي، هذه النبضات على السي سي بي 1، اوكي. وبعدها هنا عندي شاشة LCD لعرض البيانات، اوكي. هذا السويتش ما نحتاجه، اوكي. فدائرة بسيطة، انا راح اوصل نبضات عبر القطب CCP1، وراح اقيس زمن حدوث هذه النبضة وعرضها، اوكي. طبعا في هذا المثال نحن ما راح نحسب عرض النبضة، نحن نخلي في كل
حافة صاعدة يعرض لي هذه القيمة. اوكي، نحن قلنا خاصية الالتقاط. اوكي، اول ما تدخل النبضة اقدر، طبعا هنا عندنا البريسكيلر، قلنا طبعا البريسكيلر في الكابتشر راح يعتمد على التايمر 1. اوكي، فنحن قلنا التايمر 1 بيكون عندي اما على 1 او انه 2 او 4 او 8. اوكي، ففي التايمر 1 ما عندنا 16. لو نرجع للتايمر 1 بريسكيلر، هنا هذا التايمر 1، تايمر 1 كونفجريشن، هذا عندي هذه الخيارات المتاحة اما على 1 او 2 او 4 او 8. اوكي، فنحن اذا رجعنا للداتا شيت حق البيك 16 اف اي 77 اي راح نشوف في التايمر 1 ريجستر ايش راح يكون عندي في الكونفجريشن. طبعا حق التايمر 1 بيكون عندي اللي اربع حالات، اما على 1 او 2 او 4 او 8. اوكي، فقلنا النبضات هذه بتدخل، بعدين عندنا بريسكيلر هنا اذا استخدمنا البريسكيلر، بعدين عندي اما في الحافه الصاعده او حافه الهبوط. اوكي، اذا مثلا حطيته في الحافه الصاعده، عند كل حافه صاعده وش يسوي؟ راح ينسخ محتوى مسجل التايمر، يعني العد اللي وصل فيه التايمر وينسخه في هذا المسجل. اوكي، نحن راح نسوي هذه الميزه، راح نخليه في كل حافه صاعده ينسخ لي قيمه التايمر ويحطها في مسجل الالتقاط. اوكي، طبعا قلنا في كل التقاط راح يولد مقاطعة، ونحن من خلال هذه المقاطع راح نعرف ان هذه الحافة تم اكتشافها. اوكي، فهذا المثال الاول، هنا الكود. طبعا عندي هنا في البداية أول شيء أقطاب ال LCD. أوكي، طبعا ال LCD موصلينه في البورت B. أوكي، عندي هنا أقطاب ال LCD قلنا موصلينه في البورت B. عندنا هنا موصلينه من ال B2 إلى ال B7، من ال B2 إلى ال B7. أوكي، بعدين هنا عندي متحولات، عندي unsigned int، يعني بيكون متحول بطول 16 بت، هذا راح اخزن فيه مسجل التايمر 1 اللي هو قلنا هو اللي بيعده التايمر 1، هو بيكون فيه العد. اوكي، بيعتمد عليه الكابتشر. اوكي، وعندنا تايمر 1 register text، طبعا هذا راح، هذه مصفوفه راح تخزن لي قيمة التايمر 1 المحول إلى نص عشان أعرضه في ال LCD. أوكي، وعندي هنا unsigned int أيضا متحول بطول 16 بت، هذا راح أخزن فيه مسجل الكابتشر. قلنا في كل مقاطعة إيش راح يصير؟ راح التايمر 1 راح يكون عنده نسخة من مسجل التايمر 1 في مسجل الكابتشر. أوكي، فأنا بخزن في هذا المتحول هذا القيمة المنسوخة. أوكي، من مسجل الكابتشر، طبعا أيضا بطول 16 بت لان مسجل الكابتشر نفس طول التايمر. اوكي، وعندي طبعا هنا كار كابتشر ريجستر تكست، هذا راح يحول لي قيمه الكابتشر المحوله الى نص عشان اعرضه في ال LCD. وهنا عندي فلاج، هذا علم، هذا العلم طبعا اول ما تحصل المقاطعه راح اخلي هذا العلم بواحد. اوكي، يعني العلم هذا عباره عن بت، اما صفر اما واحد، لان هذه الخيارات المتاحه اللي انا راح استخدمها، اما اذا جت المقاطعه بخلي بواحد. اوكي، اذا ما جت المقاطعه بيكون بصفر. اوكي، بعدين عندي هذه الداله حاط فيها تعريف لنمط الكابتشر، قلنا عندي أربع بتات أقدر أختار من خلاله أعدل في هذه، يعني هذه الأنماط، عندي قلنا أربع أنماط متاحة. أوكي، لو نجي هنا في الداتا شيت نروح لل capture compare PWM، لو ننزل تحت قلنا هذا المسجل عندي هنا من خلال هذه البتات
عندي اما اني اخليه هذه البتات الاربعه اللي هنا اقدر اختار من خلالها النمط، اوكي النمط اللي بيشتغل فيه، اما اني اخلي اذا خليت الصفر واحد صفر صفر اوكي بيخلي لي كابتشر مود افري فولين ايدج في كل حافه هابطه، اوكي او صفر واحد صفر واحد كابتشر مود افري رايزنج ايدج في كل حافه صاعده، احنا بنخليه في كل حافه صاعده اوكي، عشان كذا بنخليه صفر واحد صفر واحد اوكي. طبعا هذا السي سي بي هذا الام 3 اوكي، عندنا من الام 3 الى الام 0 اوكي، اربع بتات ام 3 ام 2 ام 1 ام 0 اوكي. هذا طبعا سي سي بي اكس، هنا هذا الاكس يعني يقصد به الرقم اوكي، نحن قلنا عندنا في المايكرو كنترول بيك 16 اف اي 77 اي سي سي بي 1 وسي سي بي 2 اوكي. فهذا القط لو نلاحظ في نرجع للداتا شيت حق المايكرو كنترول، هنا قلنا عندنا فهذا المتحكم طبعا عندنا سي سي بي 1 وسي سي بي 2 اوكي، فهو اللي يقصد بالاكس اما انه واحد او اثنين اوكي. فانا عندي هنا دام اني بستخدم السي سي بي 1 راح احط سي سي بي 1 ام 3 سي سي بي 1 ام 2 اوكي، فهذه البتات من الام 3 الى الام 0 هذه البت هذه الام 3 هذا اول وهذا اللي هو بعده وهذا الام 1 وهذا الام 0 وهكذا اوكي. فنحن ايش بنخلي؟ افري رايزنج ايدج يعني في كل حافه صاعده بيكون 0 1 0 1 اوكي. فنلاحظ هنا ايش حطيت انا؟ 0 1 0 1 هنا لو نلاحظ سي سي بي 1 ام 3 سي سي بي 1 ام 2 سي سي بي 1 ام 1 وهذا سي سي بي 1 ام 0 اوكي. طبعا الان سنكتب هنا بت اوكي، نكتب اسم المسجل، هذا اسم المسجل وايضا نحط بت، نكتب بت اوكي. اوكي بعدين نحط القط اللي هو السي سي بي 1 قلنا نحطه كدخل لاننا راح نقيس زمن حدوث النبضات اوكي. فنيجي هنا نعرف هذا القط كدخل، نخليه كدخل اوكي. بعدين عندي اختار البري سكيلر اوكي، طبعا هنا البري سكيلر خليته 8 نسبة التقسيم على 8 كله واحد واحد، طبعا عندي قلت بتين للتحكم البري سكيلر اوكي بتين. لو اجي هنا نروح لمسجلة تايمر 1 عندي هنا البري سكيلر، عندي خانتين البري سكيلر اوكي، عندي تايم تي 1 سي كي بي اس 1 اوكي وهذا تي 1 سي كي بي اس 0 اوكي. فعندي بتين اقدر من خلالهم اني اتحكم بالبري سكيلر اوكي. اذا خليت هذه البتين 0 0 طبعا هذا البت الاول لهذا رقم 1 والبت اللي بعده هذا للبت الثاني اوكي. فاذا خليته 0 0 راح يخليه 1 اوكي زي ما هو، اما اذا خليت 0 1 راح يخلي نسبه التقسيم على 2، اذا خليته 1 0 راح اخليه على 4 1 1 8، فانا خليته 1 1 اوكي. هنا خلينا بري سكيلر 1 1 يعني بيكون على 8 اوكي. وبعدين قلنا نفعل مقاطعه السي سي بي 1 اوكي، الانتربت انيبل، خلينا هذا البت بواحد اللي هو موجود قلنا في البي اي اي 1. لو نجي ننزل في الاندكس قلنا هذا المسجل هنا تحت عندي في هذا البت 2 سي سي بي 1 انتربت انيبل اوكي، فانا خليته بواحد بفعل مقاطعه السي سي بي 1 اوكي. وهنا عندي طبعا افعل جميع المقاطعات اوكي، عندي هنا البريفرال انتربت انيبل وهنا عندي الجلوبال انتربت اوكي. لو اجي اشوف هذه البتين موجودين في مسجل الانتكون ريجستر اوكي، لو اجي هنا اروح للاندكس
هنا عندي مسجل انتكون ريجستر، هذا مسجل بطول 8 بت. اوكي، عندي اول شيء الجلوبال انتربت، هذا راح يفعل لي جميع المقاطعات. اوكي، فانا خليت اللي هو البت السابع، اوكي، فانا خليت هذا الاسم، ناخذ هذا الاسم بعدين نكتب بت نخليه بواحد. اوكي، وهذا بيفعل لي البريفرال انتربت. اوكي، هذا البت خليته ايضا بواحد. اوكي، بيكون في البت السادس بعد. اوكي، طبعا بعد عندي مسجل، قلنا التايمر 1 مسجل بطول 16 بت. اوكي، فبيكون عندي 16 بت عبارة عن بايتين، بايت هاي والبايت اللو. اوكي، ف هذا القسم الهاي خليته بصفر واللو خليته بصفر. اوكي، يعني نقدر نقول اني صفرت التايمر في البداية. اوكي، خليته صفر، خليت المسجل بصفر. اوكي، احنا قلنا التايمر 1 هذا، والتايمر 1 عند هو بطول 16 بت. اوكي، يعني بايت بايت. اوكي، فانا خليت البايت هذا الهاي خليته بزيرو واللو ايضا زيرو. اوكي، فكذا انا كاني صفرت مسجل التايمر في البدايه. اوكي، وايضا راح اصفر مسجل الكابتشر. اوكي، في بدايه البرنامج، وايضا سي سي بي ار اتش هذا البايت الهاي حق سي سي بي ار 1، وهذا ايضا مسجل الكابتشر صفرته. اوكي، يعني في البدايه صفر التايمر ومسجل الكابتشر. اوكي، طبعا قلنا التايمر لما تجيني المقاطعه راح ينسخ قيمه التايمر واحد يحطه هنا، راح يكون عندي نسخه منه في مسجل الكابتشر. وهنا طبعا شغلت التايمر، قلنا الكابتشر راح يعتمد على التايمر، ف من خلال هذا البت انا اقدر اشغل التايمر 1. اوكي، هذا البت اللي هو التايمر 1 اون. هنا عندي لو ارجع لمسجل التايمر 1، عندي هنا تايمر 1 اون، فهذا البت اذا خليته بواحد enables تايمر 1، هذا راح يفعل تايمر 1 راح يبدا العد، وزيرو بيوقف التايمر ستوب تايمر. فانا ايش خليته تايمر 1 اون بت، ايش خليته بواحد يعني ستارت يبدا العد. اوكي، بعدين خلي هذه الداله، ننزل تحت نشوف عندي هنا، وايضا نخلي هذه الداله هي انتربت سيرفيس روتين، هذه برنامج خدمه المقاطعه. عندي هنا المين فانكشن اللي هي الداله الرئيسيه، الدالة الرئيسية هنا عندي أول ما يشتغل مايكرو كنترولر راح يجي في هذه الدالة اللي هي مين فانكشن. أوكي، طبعا هذا تعريف ال LCD، وهنا عندي هنا عندي كونفيجر كابتشر، طبعا هذا تكلمت عنه اللي قبل شوي، كنا نتكلم عنه اللي راح أحط نمط الكابتشر. أوكي، بعد ما سويت التعريف راح أعرض هذه الرسالة في ال LCD. أوكي، هذه رسالة تجي في البداية أعرضها. بعدين عندي الحلقة اللانهائية، في هذه الحلقة اللانهائية راح يتكرر ما بداخلها إلى الأبد. أوكي، فإيش عندي أنا؟ عندي إف ستيتمنت أول شيء، عندي شرط داخل الإنفينيت لوب. أوكي، طبعا هذا الشرط عشان أدخل هنا وأنفذ محتوى الإف ستيتمنت لابد انه يتحقق الشرط اللي بين القوسين يعني حق الاف، اللي هو الفلاج، هذا متغير فلاج اذا كان بواحد راح ندخل هنا. اوكي، راح ينفذ ما بداخل الاف، اما غير واحد فما راح يدخل هنا. اوكي، فايش اللي بيخلي هذا العلم بواحد؟ ايش اللي بيخلي هذا العلم بواحد عشان ينفذ ما بداخل الاف ستيتمنت؟ اللي هو قلنا هنا في المقاطعه، نحن قلنا ان اول ما تجيني نبضة مثلا حطينا خاصية الالتقاط في النبضة العالية عند كل نبضة عالية. اوكي، فايش راح يسوي؟ فكل نبضة عالية راح تجيني مقاطعة كده، فانا اول ما تجيني مقاطعة اوتوماتيكيا المايكرو كنترولر راح يقفز في الانتربت سيرفيس روتين،
هذا برنامج خدمة المقاطعة اللي هو الانترب سيرفيس روتين، اوكي؟ فبيجي هنا، فنحن ايش نسوي؟ راح نفحص هذا البت، راح نفحص هذا البت. طبعا هذا البت ايش هو؟ سي سي بي 1 انتربت فلاج. اول ما تجي مقاطعه الالتقاط، يعني انه اكتشف الحافه، ايش راح يسوي؟ راح يخلي هذا العلم بواحد. طبعا هذا موجود جوه المايكرو كنترولر، اوكي؟ فنحن دائما نفحص، اوكي؟ فنجي نشوف هنا في الداتا شيت، بنلاقيه في مسجل بي اي ار 1، نروح الاندكس، هذا مسجل بطول 8 بت، اوكي؟ لو ننزل هنا سي سي بي 1 اي اف، يعني انتربت فلاج، اذا اكتشف الحافه بيخلي هذا بواحد، اوكي؟ فانا اجي هنا، انا وش سويت؟ هذا مسجل سي سي بي 1 اي اف انتربت. فانا قلنا اول ما لما المايكرو كنترولر يكتشف هذه الحافه، ايش راح يخلي هذا بواحد، اوكي؟ فانا اشوف اذا جاب واحد يعني ان جت المقاطعه، فانا انفذ هذه التعليمات اللي هنا، اوكي؟ فنحن نشوف هذا البت، يقول لك هذا البت اللي هو البت الثاني من هذا المسجل اللي هو بي اي ار 1، مسجل بطول 8 بت. فهنا ايش يقول لك؟ يقول لك في نمط الكابتشر، في خاصية الالتقاط، نمط الالتقاط ايش؟ اذا كان واحد التايمر 1 ريجستر كابتشر اكورد، يعني حصل الالتقاط، اوكي؟ must be cleared in software، يعني لازم نسوي ريسيت، حلو؟ اذا كان صفر no timer 1 register capture occurred، اوكي؟ يعني هنا ما حصل عندي الالتقاط، لم يلتقط، اوكي؟ فانا عندي اذا كان واحد افحص، اذا كان واحد يعني انه حصل عندي الالتقاط، فايش اسوي؟ لازم اصفر الفلاج، اوكي؟ فنحن سوينا نفس الشيء هنا، ايش سوينا؟ اذا جت المقاطعه قلنا اول شيء نشيك هل هذا جاب واحد؟ اذا جاب واحد يعني جت المقاطعه، اوكي؟ فننزل هنا نصفر هذا العلم، ننسخ هذا نحطه بصفر يساوي صفر، نصفر العلم، اوكي؟ عشان اذا جت مقاطعه ثانيه نقدر نستخدمه، اوكي؟ يكون بواحد. فهنا بعد ايش عندي؟ انا ايش سويت بعده؟ يعني اذا اكتشف الحافه انا عندي بوقف التايمر. قلنا هذا البت تايمر 1 اون، اذا خليته بواحد راح يشغل لي التايمر، راح يعد، اذا خليته بصفر راح يوقف، اوكي؟ فانا كذا اكتشفت الحافه فبوقف العد، اوكي؟ في هذه الحاله بوقف العد. بعدها بخلي هذا العلم بواحد، قلنا هذا المتحول اذا تم اكتشاف الحافه راح يخليه بواحد. انا راح اخليه بواحد هنا، خليته بواحد، اما غير كذا بيكون بصفر، اوكي؟ فنحن قلنا اول ما يكتشف الحافه ايش راح يسوي المايكرو كنترول؟ راح يقفز في برنامج خدمه المقاطعه، اوكي؟ بعدين طبعا في برنامج خدمة المقاطعة راح عندي مقاطعات كثير في المايكرو كنترولر، اوكي؟ يمكن هنا تكون مقاطعات كثيرة، اوكي؟ فأنا لازم أميز كل مقاطعة عن الثانية. فنحن قلنا عندنا في كل مقاطعة، كل مقاطعة لها علم خاص. العلم حق خاصية الالتقاط اللي هو هذا العلم، اوكي؟ إذا كان بواحد يعني جت المقاطعة فأصفره، أخلي قيمته بصفر. بعدين اسوي الخيارات اللي عندي، انا طبعا ايش سويت هنا؟ وقفت التايمر، تايمر واحد اوقفه عن العد، اوكي؟ واخلي هذا العلم بواحد، اوكي؟ بعدين ننزل نكمل، اذا هذا العلم صار بواحد يعني ان حصلت المقاطعه، بروح لهذه الداله، نشوف هذه الداله، طبعا هذه الدالة عندي هنا في البداية ايش تسوي؟ عندي هذا المتحول اللي قلت بخزن فيه مسجل التايمر واحد، مسجل التايمر واحد بيعد، مسجل التايمر واحد بيعد من الصفر إلى بيقعد يكمل في العد إلى أن تجي المقاطعة، يعني يتم اكتشاف الحافة وينسخ محتوى مسجل التايمر، يعني العد اللي وصل بيحط منه نسخة في
مسجل الكابتشر، اوكي. فانا ابغى اخذ هذا العد، وين وصل التايمر في العد؟ انا باخذ، قلنا طبعا التايمر 1 مسجل بطول 16 بت، يعني في قسم هاي وقسم لو، اوكي. فانا شو اسوي اول شيء؟ فاقرا القسم الاول اللي هو الهاي، اوكي. هنا عندي في البلوك دايجرام لو ارجع، هنا مسجل التايمر واحد عنده قسمين، اوكي، قسم هذا البايت الاول وهذا البايت الثاني، اوكي. فنحن نقرا الهاي ونزيحها لليسار، بعدين نقرا اللو، اوكي. فانا عندي اول شيء لازم اقرا هذا القسم وازيحها اليسار 8 بتات، بعدين اقرا باقي 8 بتات، لان قلنا هي بايت بايت عباره عن 8 بتات وهنا 8 بتات، حلو. فانا ايش سويت؟ اول شيء اقرا تايمر 1 هاي وازيحها لليسار 8 بتات، بعدين زائد ايش؟ اللي هو باقي 8 بتات اللي هي اللو، اوكي، حلو. بتكون في التايمر 1. وهنا عندي ايضا مسجل بطول متحول بطول 16 بت، متحول اسمه كابتشر ريجستر، قلت بخزن فيه النسخه حق التايمر 1. قلنا طبعا في كل مقاطعه ايش راح يسوي؟ اول ما يحصل عندي المقاطعه راح يتم نسخ محتوى مسجل التايمر 1 بيحطه هنا، اوكي، عند كل مقاطعه. فايضا مسجل الكابتشر بطول 16 بت، عنده قسم هاي وقسم لو، اوكي. فنفس الشيء لما انا ابي اقرا واحطه في هذا المتحول ايش راح اسوي؟ راح اقرا القسم اللي هو الهاي، ازيح اللي صار 8 بتات، بعدين احط زائد يعني باقي اللو اللي هي 8 بتات، هذه الباقي 8 بتات، هذه اللو بايت، اوكي. فانا عندي ايش قلت هنا؟ اول شيء تايمر واحد هذا المتحول ايش يساوي؟ يساوي القسم اللي هو الهاي بايت زائد اللو، اوكي. يعني وكاني قاعد اقول المايكرو كنترولر خزن لي هذا القيمه زائد هذا القيمه، اوكي، طبعا هذا الكابتشر، وللتايمر ايضا هذا القيمه زائد هذا القيمه، اوكي. يعني هي الهاي زائد اللو، اوكي، لان العد قلنا بيكون بطول 16 بت هنا، اوكي. اوكي، بعدين عندي وورد تو اس تي ار، اوكي. طبعا وورد بيكون عندي، اي نفهم من هذه الداله انه بيكون عندي متحول بطول 16 بت راح احوله الى نص، اوكي، عشان نعرضه في ال سي دي. فهذه الداله وورد تو سترينج راح تخليني احول القيمه اللي هنا اللي هي تايمر 1 ريجستر اللي حصلت من تايمر 1 خزنت هنا في هذا المتحول، راح احوله الى سترينج واخزنه في هذه المصفوفه عشان اعرضه في ال سي دي. وبعدين عندي ايضا word to string اللي هي بحول قيمة الكابتشر، مسجل الكابتشر اللي هو ايضا بطول 16 بت، راح احول قيمته الى نص عشان اعرضه في ال LCD. وهنا طبعا نكتب هذه الرسالة تايمر 1 تساوي قيمة التايمر 1، مسجل التايمر 1 اللي حولناه الى نص هنا. وهنا راح اعرض هذه الرسالة اللي هي كابتشر تساوي مسجل الكابتشر اللي حولناه الى نص اللي هو هنا. بعدها راح اصفر مسجل التايمر واحد والكابتشر، اوكي. بعد عندي بعد ما اصفر مسجل التايمر 1 ومسجل الكابتشر، نرجع المين فانكشن، بعدها بصفر الفلاج اللي قلنا بنخليه بواحد في كل مقاطعه، وبعدها اخلي التايمر 1 يبدا العد من جديد، اوكي. شوف الدائرة، طبعا قلت النبضات راح تكون في قطب ال CCP1، اوكي. هذا عندي من خلال اقدر اولد نبضات، نخلي النبضات 10 هرتز، اوكي، يعني 10 نبضات في الثانية. فكذا هذه النبضات قلنا بيكون شكلها بتجي لي نبضات مربعة، يعني موجة مربعة نفس هذه اللي هنا، بتجيني موجات مربعة، اوكي. فأنا وش حطيت؟ أنا حطيت في كل حافة صاعدة ايش راح أسوي؟ في كل حافة صاعدة قلنا راح تجيني مقاطعة، يعني إني اكتشف هذه الحافة وراح ينسخ محتوى مسجل التايمر واحد في مسجل الكابتشر، اوكي. فأنا عندي هنا هذه النبضات حاطين قيمتها 10 هرتز، أوكي.
نشغل، فنلاحظ ان التايمر 1 عندي يعد بعدين ينسخ قيمة المسجل. طبعا شوف هذا قيمة المسجل مطابقة للتايمر 1، يمكن يكون في اختلاف بسيط لان قلنا التايمر 1 راح يستمر في العد. اوكي، فاول هو بيعد، اول ما يكتشف الحافة ايش راح يسوي؟ راح ينسخ مباشرة، راح يتم نسخ القيمة اللي حق التايمر 1 في مسجل الكابتشر. اوكي، فهنا نغير التردد نخليه 15، نلاحظ ان القيمة تغيرت. كذا صار عندي 15 نبضة في الثانية. اوكي، ففي كل حافة صاعدة في هذه النبضات قاعد يعرض لي، يعني قاعد يعرض لي قيمة الكابتشر. اوكي، نخلي 20.